احنا قدامنا دلوقتي شخصين، واحد منهم هو اللي قتل طارق الالفي، شخص منهم معلوم والشخص التاني مجهول. المجهول هو الست صاحبة الجواب اللي احنا لقيناه في تابلو العربية، واللي بتهدد فيه المجني عليه بالقتل لو اتجوز واحدة تانية. الشخص المعلوم بالنسبة لنا هو الراجل اللي اسمه جديد، لان والد المجني عليه جه وقال ان هو هدده ان هيحرمه من ابنه. يبقى انا رأيي ان احنا نبتدي بجديد ده ونسيب الست صاحبة الجواب دي لبعدين. مظبوط يا سيادة النقيب. اني مستعد لأيها سؤالات. كويس أوي. قول لنا بقى يا رئيس شديد، انت هددت خالد الالفي بانك هتحرمه من ابنه، الكلام ده الاول مظبوط ولا لا؟ ايوه مظبوط. هددته ليه؟ لان هو كمان حرمني من ولدي محمد ودخله السجن ظلم. ازاي بقى؟ احكي لنا. ولدي محمد كبير خواته الاربعه، وزاهي اخوهم الوسطاني ده هيدرس في كليه الحقوق، وفيه عيلين كمان رضا وضاحي، دول لسه في الابتدائي، والاربعه سابتهم المرحومه امهم الله يرحمها امانه في رقبتي. ولدي محمد ما نفعش في التعليم وقاعد عاطل من غير شغل بالسنين، يدور على شغل ما لقيش، لحد ما بالصدفه يعني اتقابل مع المرحوم طارق المحامي وخده شغله عنده في مصنع والده. وابنك كان بيشتغل ايه في المصنع؟ كان هيحرس المخازن اللي بتاعت الكراتين السيراميك اللي هيصنعوها دي يعني، وكان دايما يشتكي لي من المعامله السيئه اللي هيلقاها من خالد بيه، لحد ما في يوم يعني خالد بيه ضربه بالقلم على صدره. طب وايه السبب؟ السبب يعني شاف ولدي محمد مصهين عن شغله ومع يحرس المخازن مليح، الولد طهق وراح اتخانق مع خالد بيه ولسانه عاب فيه وشتمه يعني، وساب الشغل ومشي. وبعد اسبوع لقيت الشرطه جت وقبضت على ولدي محمد. والشرطه اتهمته بايه؟ خالد بيه هيقول انه عمل قرض في المخازن ولقى نقصه كراتين بالميات، واتهم ولدي بسرقتها وتبدتها. وابنك ما سرقش؟ لا طبعا ما سرقش، ولدي طول عمره شريف واصيل وما يفوتش فرض ربنا، يبقى ازاي يعني يمد يده ويسرق؟ دي مكيده يا بيه، مكيده عاملها خالد بيه عشان ينتقم من ولدي لاجل ما اتخانق معاه وشتمه قدام عمال مصنعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زاهي ولدي الوسطاني اللي قلت لكم عليه اللي هيدرس في كليه الحقوق. اهلا وسهلا. ازيك يا زاهي؟ الحمد لله. ماشي كويس في كليه الحقوق؟ ايوه الحمد لله سيادتك. طب الجدع بقى يا زاهي عشان تطلع محامي ولا وكيل نيابه؟ ان شاء الله. يلا يا زاهي خد اخواتك وروح دلوقتي انتم. طبعا اذنكم. يلا يا رب. تفضلوا الشاي. تفضلوا الشاي. تفضل الشاي يا سياده المقدم. تفضل. نيجي بقى يا رأي شديد للسؤال المهم. انا عايزك بقى تجاوبني دغري كده وبصراحه. سؤال ايه تاني عاد؟ بالراحه بالراحه وهدي نفسك. قول لي خبيت فين السلاح اللي انت قتلت بيه طارق الالفي؟ انا اللي قتلت طارق. امال مين اللي قتله يا راجل يا طيب؟ يا باشا انا راجل سعيدي ودم حر، ولو كنت قتلته كنت جيت لحد عنديكم برجلي وسلمت نفسي. مش معقول يعني اعمل عملتي واهرب كيف لفلان. لا جرى جرى انت، انت مش لسه قايل دلوقتي ان انت هددت خالد الالفي وقلت له هرد لك الصعصعين وانك هتحرمه من ابنه؟ ايوه لكن ما حصلش. ليله الجريمه رحت فرح طارق الالفي ولا لا؟ ما ردتش ليه؟ رحت الفرح ولا لا؟ لا. يا غريب ما تصحصح كده وتركز معايا عشان تروح لاولادك.
يا بيه انا مركز مركز مع سيادتك اهو. طب قول يا غريب، انت كنت فين ساعة ما انضرب النار؟ كنت قاعد بره زي العادي على البوابة بتاعت الفيلي. ايه تشرب شاي؟ طب قول لي ايه اللي حصل بعد كده؟ لقيت المعازيم الموجودين في الفرح يا بيه خارجين كلهم وعمالين يصرخوا ومرعوبين يا بيه. طب ما شكتش في حد منهم؟ وانا ايه يا بيه بس اللي هيخليني اشك في الخلج بس يا بيه؟ يعني ما شفتش حد كده وهو داخل مرتبك مضطرب؟ انت مش بواب وليك نظره في اللي داخل واللي خارج؟ يا باشا نظره ايه بس؟ ما حضرتك شايفنا لابس نظاره كعبي كوباي ويا ريتني شايف بيه. انت شكلك كده حابب تقعد معانا شويه. نوقف انهي مستشفى؟ مستشفى خاصة في المعادي بتاعت علاج الأعصاب. خير سلامتها؟ ما هي من ساعة الحادثة السودة اللي حصلت وهي ما بطلتش عياط ولا صريخ. جبت لها دكتور كشف عليها قال إن عندها انهيار عصبي ونصح بنقلها المستشفى. الله يكون في عونها. أصلها كانت هي والمرحوم بيحبوا بعض قوي، منه لله بقى اللي عمل فينا كده. لازم حضرتك لما تشوفني. اتفضل. قلبي عندك يا خمسة. طيب اتفضل حبيبي. الباشا نادر بيه مفتش المباحث ممدوح ابن اختي. اهلا وسهلا. باقي في حياتك؟ حياتك الباقية يا بي. اتفضل ارتاح. أنا أول ما والدتي قالت لي إن حضرتك كلمتيها وحكيت لها على الحادثة الفظيعة اللي حصلت امبارح دي، خدت بعضي وجيت على ملا وشي من بورسعيد. طول عمرك أصيل يا ممدوح وصاحب واجب. هو حضرتك عايش في بورسعيد؟ كل عيلتنا عايشة هناك. ما هو أصلاً يا بيه أنا من بورسعيد. أبويا وأمي وعيلتي كلها مستوطنين هناك، بس أنا بعد ما اتجوزت أبو نهى وأيمن جيت عشت معاه هنا في القاهرة. أيوة بس أنا ما شفتش أي حد من عيلتك معاك يعني. ما هو حضرتك أبويا وأمي تعيش أنت من زمان، ملياش غير أخت واحدة سوسن أم ممدوح. للأسف لا أنا ولا والدتي قدرنا امبارح نيجي عشان نحضر الفرح، لأن والدي كان تعبان شوية وبقاله يومين في العناية المركزة. سلامت وألف سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. ازيك يا أيمن؟ أنا مستنيك من بدري. خير يا حضرة الظابط. أصل أنا المرة اللي فاتت وأنا بستقبل جدتك لقيتك كنت عايز تقول كلام كده وبعدين وقف على بوقك. أنا؟ أبدا مفيش حاجة من دي. افتكر كويس، دم عريس أختك هيبقى في رقبتك لو كنت تعرف حاجة وما قلتش. ضغطك عالي قوي يا سيادة المقدم، وضربات القلب مش منتظمة. من اللي بيعمله في نفسه يا دكتور؟ وبعدين يا ماما بقى، وبعدين معاك انت لا بياكل ولا بيشرب وتحقيقات على طول وليل ونهار رايح جاي لما وقع وتهد حيله. ايوه يا ابي بصراحة انت بتتعب نفسك زيادة عن اللزوم. نادر لازم تخلي بالك من نفسك، احنا مالناش راجل غيرك، وخصوصا بعد ما بابا مات واخونا الكبير عبد الرحمن الله يرحمه. شفتوا يا جماعه بقى رعبتوا البنت ازاي؟ دي كلامكم يا جماعه، ما تهولوش المسائل. مقدم نادر محتاج لاجازه بسيطه ويرجع كل شيء يبقى تمام. من بكره بابا لازم ياخد اجازه. والقضايا اللي في ايدي اي حد تاني يكملها؟ ما ينفعش، ما دام ابتديت قضيه لازم انهيها. ما تحاولوش مع اخويا نادر، دماغه ناشفه وانا عارفاه. يعني نسيبه بقى يروح مننا ولا ايه؟ علاقتي بالمرحوم كانت علاقه عمل، مجرد سكرتير عنده في المكتب، وما عنديش اي فكره عن حياته الخاصه او مين كان اصدقائه او اعدائه. طب قولي لي يا مرتوه،
ما حصلش اي مشاده بينه وبين اي حد من العملاء اللي لهم عنده قضايا؟ وايه ده على حدوث مشابه؟ يعني حوالين اتعاب قضيه او قضيه خسرها لحد من زباين. لا ما حصلش اي حاجه من دي على الاقل قدام. بقالك قد ايه بتشتغل عنده في المكتب؟ تقريبا من سنه واحده. انا جيت مسكت المكتب مباشره من بعد نهى، اسفه قصدي مدموزيل نهى خطيبه المرحوم. انت اللي اخترت انك تشتغل سكرتيره في مكتبه؟ ولا طارق الالفي نزل اعلان في الجورنال مثلا طلب سكرتيره وانت تقدمتي؟ لا ابدا، انا اللي رشحتني لطارق بيه علشان اشتغل عنده هي جارتي في البيت اللي انا ساكنه فيه. مين جارتك دي؟ اسمها ساره الوكيل، وكانت اساسا مديره مكتب المرحوم وسكرتيرته الخاصه من 5 سنين من قبل ما تيجي بعدها مدموزيل نهى. دي معلومات خطيره جدا. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، انا راجل كبير في السن ومتعود ان اقول الحقيقه اللي انا اعرفها عشان ارضي ربنا وراعي ضميري. طب قول لي، كان في علاقه بين ساره وطارق الالفي؟ ايوه يا سعاده البيه، والحكايه دي ما عرفتهاش غير من شهر واحد بس. ازاي؟ احكي لي. انا كنت في المطبخ بعمل القهوه المظبوط اللي متعود طارق بيها الله يرحمه انه يشربها. صبيت القهوه ورحت ناحيه المكتب، وانا قبل ما احصل المكتب سمعت صوت زعيق جامد جدا. انا ما قدرتش بيك. انت وعدتني بالجواز، حصل ولا لا؟ حصل. امال ازاي اعرف من بره ان انت رايح تتجوز واحده تانيه غيري؟ انت شربتي؟ لا انا ضحيتك. ضحيتي؟ لا يا هانم، الضحيه تبقى مخدوعه وبريئه لما يتحفر لها حفره وتقع فيها، انما انت عارفه من اول لحظه علاقتنا هتوصل لحد فين. لانك وهمتني انك بتحبني زي ما تلاقيك وهمتها هي كمان انك بتحبها. ويا عالم هتتجوزها ولا لا لو نولت غرضك منها. من فضلك من فضلك ما تجيبي سيره نهى. هي اسمها نهى؟ تكونش دي السكرتيره اللي انت جبتها بعد ما انا مشيت من المكتب؟ هانسه ساره، ما تضيعيش وقتي وقتك، خصوصا ان ده مكان عمل. لو سمحتي اتفضلي بره. حضرتك مين؟ مقدم نادر سعد الدين من المباحث الجنائيه. اي خدمه؟ اسمحي لي الاول ابدي اعجابي بنشاطك وحماسك في رياضه المشي. شكرا قوي. ابدي اعجابي ايضا برياضه النشان، بتصيبي الهدف من اول طلقه. هدف؟ هدف ايه؟ انت مش ضربتي طارق الالفي بالرصاص وقتلتيه؟ أنا؟ شش، وطي صوتك، الناس حوالينا، ولا أنت عايزاهم يعرفوا إن أنت قتلت قتلة؟ حضرتك بتتهمني الاتهام ده على أساس إيه؟ على أساس المعلومات اللي جات لنا عن علاقتك بطارق الألفي، وعن الجواب اللطيف ده. أنا مش ده خطك؟ ما تحاوليش تنكري، الطب الشرعي هيثبت إن كان خطك ولا لأ. ايوه خط. كويس، وفرت علينا مشوار الطب الشرعي. نيجي بقى لكلامك اللي جوه الجواب. لو فكرت تتجوز حد غيري هقتلك يا طارق. وطبعا هو افتكر ان انت بتهزري وتجوز حد غيرك، وانت حبيت تعرفيه انك ما كنتيش بتهزري فضربتيه بالرصاص.
وتوتة توتة فرغة الحدوتة.